خلينا نروح بقى شوية كده للفنيات، ورأيك ايه في فكرة هنا الناس المايلة ل يعني هم مؤمنين شوية بالحتة دي، يقول لك موسيماني مع الأهلي في أفريقيا ذهابا وإيابا أفضل بكتير لو هنتكلم عن البطولات المحلية. هل أنت مع الرأي ده؟ ولو معاه طب ليه؟ إيه اللي فارق؟ في نفس الوقت برضو لو رحنا لفريقنا شوية وتكلمنا عن مستويات مختلفة زي مثلا طاهر محمد طاهر والتميز اللي مؤخرا لقيناه وملحوظ جدا على الأرض، برضو ده راجع ليه فكر موسيماني، فكرة التغيير في الملعب لمراكز اللعيبة، ولا يعني راجع لإيه بالظبط من خبرتك؟ لو هاخد منك اخر نقطه طاهر، لان طاهر اخر مباراه لعب راس حرب يعني شادو سترايكر، هو الراجل لعب 4-2-2 4-2-2-2 اللي هو 2 ارتكاز حمدي وديانج قدامهم حسين وعبد القادر قدامهم بيرستاو وطاهر. الراجل كان عنده الاربعه اللي عندهم الدوافع الهجوميه او الاربعه اللي هو عبد القادر وحسين وبيرستاو وطاهر محمد طاهر، مفيش مهاجم صريح، كان عامل لخبطه لفرقه فاقس طيف. طاهر بيجيد في النقطه دي. انا شفت يمكن طاهر في نادي المقاولين، انا كنت متوسم زي ما قلت قبل كده هنا ان طاهر عنده الشخصيه، طاهر عنده اداء مختلف تماما، عنده القوه، عنده العقليه المختلفه اللي المفروض تخليه هو لعيب النادي الاهلي. لكن طاهر على فترات يمكن الناس يعني هجمته كتير الفتره اللي فاتت، لكن بدات تشيد بيه في اخر فتره، لان طاهر بيقدم مردود كويس جدا، لان لقى نفسه في المكان ده، لقى نفسه في التمركز الجديد اللي الراجل حاطه فيه بالزبط. بيأدي بشكل كويس جدا، تحركاته بتكون مثاليه في الحته اللي قدام، بيعرف يتحرك كويس جدا، بيعرف يخلق لنفسه المساحه، بيعرف يساعد زمايله في يعني الماتش المباراه الاخيره هو عمل اسيست وجاب جول، فكان واداؤه حتى داخل الملعب كان اداؤه عالي جدا، اداؤه الفني كان بشكل كويس. مباراه الرجاء اداها بشكل كويس جدا كمان، يمكن في المغرب ادى اداء كويس جدا واداء كويس، يعني كان من الافضل المرات اللي شفت فيها طاهر. فاعتقد ان طاهر بدا الراجل يعرف يوصل للمكان اللي طاهر هيقدر يبدع فيه، هيقدر يطلع امكانياته وهيقدر يطلع قدراته فيه. حاول الراجل برضو في مباراه سيراميكا، لو هنرجع للربط بقى ما بين الدوري وما بين بطوله افريقيا، لعب في الدوري امام سيراميكا بنفس الطريقه 4-2-2-2 لكن بعناصر مختلفه، والتوليفه ما كانتش مظبوطه، يعني كان قفشه بيلعب جنب حمدي فتحي في مباراه سيراميكا في نص الملعب، وده يعني برضو من الحاجات الصعبه جدا، وكان ميكسوني مع اعتقد كان حسين الشحات مع محمد شريف وصلاح محسن او طاهر وميكسوني وكان صلاح محسن ومحمد شريف، اعتقد التوليفه ما كانتش راكبه على بعض، يعني العناصر كانت اول مره تتجمع مع بعض بشكل كبير جدا، فده سبب خلل كبير. بس ده وارد كأول مرة ان هو يتم زي ما انت بتقول التجميعه دي. التجميعه، لكن هو مصمم على طريقه، او الراجل مصمم على طريقه، لما خد وقته، لما بعد سيراميكا خد اسبوع واشتغل بشكل كويس جدا وحضر كويس جدا، لان الراجل برضو عنده ميزه في بطوله افريقيا، ما اعرفش يعني هي دي اللي بتفرق بقى، تحضيره للمباريات في افريقيا ومعرفته المسبقه برضو بالمنافسين. ما هو خلاص برضو هو المفروض يكون عارف في الدوري الخلفيه، بس هو جاي لنا عارف بالفعل، هو وعنده الخبرات دي طبعا، وعنده الخبرات مع سان داونز، فهو بيحضر كويس قوي. يعني وفاق ستيف قبل ما يجي لك كان داخل مرمى 5 اهداف، يعني مش الفرقه اللي هي جايه هتتغلب 4-5، يعني احنا عمالين يعني في ناس كتيره بتحاول تقلل من بطوله افريقيا، بتحاول تقلل من قيمه وفاق ستيف، لا الفرقه فاق ستيف مش فرقه قليله جدا، هي اللي اطاحت بالترجي التونسي، وفاق ستيف امبارح كسبان 7-0 في الدوري الجزائري على فكره. يعني فرقه ما شاء الله، لا فرقه مش ضعيفه، وقبل بقول لحضرتك قبل ما اجي لك كان بيستقبل 5 اهداف بس. فهو عموما شمال افريقيا بشكل عام لا عندهم منتخب ولا فريق ضعيف اكيد، لا يعني وفرقه تطيح بفرقه الترجي من تونس طبعا. اعتقد لا يعني فرقه تعمل لها الف حساب طبعا. ولو كان النادي الاهلي لا قدر الله حصل اي نتيجه في القاهره كنا هنطلع نقول ان الناس كانت تقول وفاق ستيف فرقه قويه والنادي الاهلي هو لا، النادي الاهلي اشتغل صح، النادي الاهلي موسيماني حضر للمباراه بشكل كويس جدا، اشتغل الجزء الفني بشكل كويس جدا مختلف تماما عن الدوري. يعني هو الفتره اللي حصلت من بعد ماتش سيراميكا والقعده بتاعت كابتن محمود الخطيب فرقت نفسيا، فرقت كتير جدا، واللعيبه واحساس اللعيبه المسؤوليه، عايز اقول لحضرتك حاجه، ان اللعيبه حست بشكل كبير جدا لعيبه النادي الاهلي، وعندها ميزه بشوفها هي دي اللي بتختلف شخصيه النادي الاهلي عن شخصيه اي حد تاني، اللي هو كسب الماتش خلاص، هو بيكسب الماتش بيفرح في الملعب
او بيفرح على قد يعني الفرحه بتاعته تبقى على قد المكسب وعلى قد اللحظه وخلاص، بيقفل الصفحه ويخش على الصفحه اللي بعديها على طول، لان